وللحديث أكثر عن البيان الذي أصدرته اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي بشأن الأحداث في غزة وانتهاكات العدو الصهيوني على المسجد الأقصى والقدس المحتلة، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من لندن عضو اللجنة العليا للميثاق السيد إبراهيم العجيلي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، تحياتي لكم وإلى الشعب الفلسطيني الظافر الثائر الذي ينزف دما على أرضه المحتلة. حياكم الله. كان واضحا في بيانكم دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في صد العدوان الصهيوني عن القدس والمسجد الأقصى، هل من تفاصيل أوفى حول هذا البيان؟ يا سيدي الكريم، يعني احنا في العراق ليس في الأولى، منذ البدايات تقسيم فلسطين وزرع الكيان الصهيوني في فلسطين كان للجيش العراقي أثرا بالغ، ولا زالت آثارها باقية وتشهد معالمها في كفر قاسم وغيرها من القرى والبلدات الفلسطينية. وكان لنا شرف لشبابنا في المساهمة في المقاومة الفلسطينية، ومقابر الشهداء الفلسطينيين مزروعة في شهداء من الشهداء العراقيين إزاء القضية الفلسطينية. ولن أغيب عن بالك أنه حتى السجون الإسرائيلية دخلها العراقيون. نعم. في ظل الدفاع عن فلسطين. صحيح. احنا ليس بالنادر وليس بالعجيب انه يصدر مثل هذا البيان من اللجنه العليا للميثاق الوطني لدعم الثوره الفلسطينيه الظافره التي تقدمت تقدم هائل ملفت. الان اليوم اسرائيل تستغيث قبتها الحديديه لن تحميها، شعوب الارض اقامت ولم تقعد من اجل الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني اعطى في هذا الاسبوع عشرات الشهداء، ومستعد الشعب الفلسطيني يعطي المزيد. والحقيقه هذا الحدث اللي شهدته الثوره الفلسطينيه اليوم هو فريد من نوعه، قدم القضيه الفلسطينيه. اسمح لي اقف هنا استاذ ابراهيم، هو فريد من نوعه كما تفضلت، لا سيما اننا نعيش اليوم 15 من ايار مايو، الذكرى 73 لنكبة فلسطين، ودائما كنا نقول النكبة مستمرة، لكن اليوم الشعب الفلسطيني قرر أن تتوقف هذه النكبة. والمقاومة الفلسطينية وحدت جغرافيا فلسطين وغطت جميع أنحاء فلسطين بصواريخ المقاومة، والشعب كله توحد، شعوب الأمة والعربية أقصد، خلف هذه المقاومة، وبالتالي نحن أمام كيان محصور الآن وأمام دولة مارقة تشتعل من الداخل. اليوم الشعب الفلسطيني ينتفض ويثور، ليس في المناطق في الأراضي المحتلة بعد 67، إنما في الداخل، فيما يسمونه داخل الخط الأخضر، في داخل مناطق تل أبيب. اليوم الدولة الإسرائيلية المزعومة، الاستعمار الاستيطاني التوسعي في قلب الأمة العربية يلفظ أنفاسه، يشعر بنهاياته، تحسس معالم نهاياته، وخابت آمال القادة الأمريكيين الذين شجعوا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وكان لهم ما لا يريدون حقيقة، وأن القدس خرجت من أذهانهم نهائيا، وأن الشعب الفلسطيني قد أثبت اليوم وسيثبت وسيعطي المزيد من الشهداء حقه في أرضه، ووضع الحد للكيان الصهيوني العدواني التوسعي الاستعماري. نعم. إن الشعب الفلسطيني لن يهدأ، وأنتم رأيتم بأعينكم وكاميرات التلفزة تتسلط على مجمل القطعة الأرض الفلسطينية. صحيح. الشعب يثور ويعطي. صحيح. ويعطي الشهداء. اسمح لي أتوقف أستاذ إبراهيم عند نقطة مهمة ذكرتموها في جنوب لبنان. نعم، ذكرتموها في بيانكم نقطة في غاية الأهمية، وهو الحديث عن دعمكم الكامل للأقصى وفلسطين، وتأكيدكم، وهذه نقطة تحتاج أن نؤكد عليها مرة جديدة مع حضرتك، تأكيدكم على أنها القضية المحورية التي ينبغي على الجميع القيام بواجبه تجاهها، وهذا يعني حجم الوعي بهذه القضية. احنا الشعب العراقي، أعني بالذات الشعب العراقي بكلمة عمومية، لدينا أفواج من المقاتلين دفاعا عن القضية الفلسطينية، لسنا فقط في الكلام،
أن القضية الفلسطينية هي دمنا وهي كرامتنا وهي حريتنا، وأن ما يجري في العراق هو تمهيدا لتدمير واحتلال كامل الأراضي الفلسطينية، هو مقدمة لتمدد الكيان الصهيوني من النيل إلى الفرات كما وضعوها خارطة على العملة النقدية مالتهم. لكن إحنا بالمرصاد، وما حصل لنا هو بسبب مواقفنا العنيدة الثابتة من أجل القضية الفلسطينية. نعم نعم. طيب اليوم كيف يمكن أن نترجم أيضا هذه الدعوة إلى سلوك على الأرض؟ نحن اليوم نلاحظ أن شعوب الأمة العربية والإسلامية كلها أصبحت أنظارها إلى فلسطين، وأصبحت فخورة بهذا الأداء الفلسطيني الذي وحد الوطن وجعل القدس مبعث فخر الأمة وقبلتها الأولى، هي في محط اهتمام العالم العربي والإسلامي. لكن كيف يمكن سيد إبراهيم أن يترجم ذلك إلى وقائع وخطوات على الأرض؟ والحقيقة القوى الوطنية الآن في مسار دراسة الموقف الجاد الداعم للقضية الفلسطينية، وأنتم شاهدتم اليوم ماذا جرى في لندن. اليوم آلاف المتظاهرين يجوبون شوارع لندن، وأمام السفارة الإسرائيلية تم إحراق العلم الإسرائيلي. إن الجهود حثيثة ومتابعة على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم والرأي العام والشعوب الحرة والمتقدمة. نعم. البحث في قضية فلسطين وفي قضية حق الشعب الفلسطيني وإيقاف الاحتلال الإسرائيلي عند حدوده، ونحن مع خيار الدولتين، وقلناها صراحة وتقولها شعوب الأرض، مع خيار الدولتين كخطوة أولى لحسم الصراع وحل المشكلة من أساسها. ثم إذا كانت هناك قوة في الأرض تقتلع الشعب الفلسطيني من أرضه فلتقتلع الشعب العربي كله. نعم، ولن تستطيع. نعم. شكرا لك سيد إبراهيم العجيلي، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.